علشان نعمل القشطة بتاعتنا لجميع انواع الحلويات هنعمل ايه؟ في حلة او في طاسة هنحط فيها لتر من الحليب، يفضل يكون كامل الدسم، نص كوباية من القشطة، قشطة وش اللبن او قشطة من السوبر ماركت، اي قشطة متوفرة عندنا، من كوباية لربع الكوباية من الكريمة اللباني بالشكل ده كده، معلقتين كبار من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، هقلب كل المكونات دي على البارد، نص كوباية من السكر والسكر حسب الرغبة، لان احنا بنحط الكريمة بتاعتنا دي في انواع حلويات، والحلويات طبعا بنحط لها شربات. دلوقتي هرفع المكونات بتاعتي كلها على النار مع التقليب المستمر. دلوقتي انا رفعت القشطة بتاعتي على النار مع التقليب المستمر، مش هشيل ايدي منها ابدا عشان ما تشطش معايا لحد ما تستوي وتتقل. دلوقتي بقى احط معلقة كبيرة من الزبدة بالشكل ده كده، واخر حاجة رشة كده من الفانيليا، واول ما الزبده تسيح معايا يبقى كده القشطه بتاعتي بقت جاهزه معايا. دلوقتي بقى الكريمه بتاعتي بقت جاهزه معايا، او القشطه بجد تحفه جدا. وخطوه مهمه جدا بقى وهي دافيه كده، هنغطي الطبق بتاعنا او القشطه بتاعتنا بالبلاستيك راب، ولكن هنخليه ملامس للسطح بتاع القشطة بتاعتنا. دلوقتي بقى هحطها في التلاجة تبرد تماما علشان اقدر احشي بيها اي حاجة انا عايزة احشيها، قطايف او اي حاجة. ولكن لو هحشي بيها بسبوسة مثلا او جلاش او اي حاجة من الحاجات اللي بتتحشي، طبعا هحشيها وهي سخنة، اللي هي الخطوة اللي قبل ما احطها في الطبق على طول، هنزل بيها على الحاجة اللي انا عايزة احشيها على طول. ولكن زي ممكن احشي بيها بقى قطايف، يعني اي كورني، اي حاجه من الحاجات الحلوه اللي احنا بنحبها دي. دلوقتي بقى احطها في الثلاجه. دلوقتي بقى القشطه بتاعتنا بعد ما بردت بالشكل ده كده، شايفين بقى بجد حلوه جدا، كريميه جدا جدا، القوام حلو قوي، تنفع زي ما قلنا لجميع انواع الحلويات. وكده نقدر نعمل بيها حشوات او كورنيهات او اي حاجة احنا حابينها. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم واستفدتم منها، واللي جرب الوصفة وتعجبه ياريت يسيب لي رأيه في كومنت، ما تنسوش تعملوا لايك. سلام.